اوكي، مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتنا سوبر لينكس. هلا طبعا نحن بدنا نكمل في قراءة كتاب سكالا، الاصدار الثالث من سكالا. هلا هون بدي احكي عن مزايا سكالا. اوكي، مزايا سكالا هي كما يلي، حاطينهم هون بالازرق هون. اوكي، وراح نراهم احنا بالشرح دغري، خلص بلا لف ودوران. اوكي، فعندها اصلا عندها اول شيء هاي ليفل فيتشرز. اوكي، يعني خلص بس نفهم شغله، انه في عندك هاي ليفل فيتشرز، عندك مزايا شو اسمه اللغه اللي بتكون مستواها عالي، يعني قريبه من المستخدم، يعني بتكتبها مش قريب الكمبيوتر، مش انه رموز كلها بتصير قريب الانجليزي، يعني عرفت شو اللغه الانجليزيه. ف هذا احد المزايا. هلا خايف اجاكم كيف انتم بتشوفوها هاي ليفل فيتشرز، كيف مزايا عالية المستوى. اوكي، يعني اذا بتطلع هيك تقريبا كانك واقف على حوالي 10,000 متر. اوكي، بتطلع هيك من حوالي 10,000 متر لفوق، هيك ان كانت طلعة كتير عالية. يعني انت فيك تشوف او تحكي او تقول هاي يعني الكلمات التالية عنها. أول شيء إنه هي لغة برمجة عالية المستوى، هي يعني عندها قواعد نحوية قابلة للقراءة، سهل القراءة وعلى القد يعني. أوكي، هي statically typed. أوكي، بس بتبين dynamic، يعني static typing يعني بدك تصير تحط للمتغير يعني تسبق اسم المتغير دائما بنوع المتغير. اوكي، بدك تذكروا هذا الشيء. هلا هو بقول لك انه هي ستاتيك تايب، يعني هي اصلا لازم تحط مثلا تذكر في الكود، مثلا عندي جمله فبكتب سترينج وبحط اسم متغير، مثلا ماي نيم اسمي. هلا هو بقول لك انه هي هيك، بس هي بتعطيك احساس انه هي ديناميكيه. اوكي، انه مش ضروري تحط النوع تبع القيمه. اوكي، او تبع المتغير. هلا يعني كمان نظام ال شو يسموه الانواع. اوكي، يعني كتير اكسبرسيف، كتير تعبيري. اوكي، كتير واضح. تمام، كمان هي لغه داليه وظيفيه، هذا موضوع كبير هلا مش وقت اشرحه. اوكي، كمان نفس الشيء الاوبجكت مش كتير كبير يعني، بس ما بدي اشرحه هلا، فوت فيه. اوكي، جايين له، هذا له سكشنز خاصين بالكتاب ونفوت فيها. اوكي، بعدين هي لغه برمجيه من النوع كمان اللي بتدعم نمط البرمجة الدالية، عفوا برمجة الشيئية. اوكي، شيء التوجه، الاوبجكت اورينتد. اوكي، يعني هي فانكشنال واوبجكت اورينتد. بس انا اقول لكم شغله، هي خذوها مني، هي منها بيور فانكشنال بروجرامينج لانجوج. اوكي، بتاخذ من مزايا الفانكشنال بروجرامينج لانجوج. اوكي، فما حدا يقول عنها فانكشنال بروجرامينج لانجوج. فانكشنال بروجرامينج لانجوج الحقيقية الكاملة هي بس هاسكل. تمام، اذا في غير حب يطبقون القوانين، في انا بقول لكم في، بس فعليا عن جد بتحس بطعم الفانكشنال هو بس بالهاسكل، ما بتحسه بغير هاي اللغه. اوكي، الباقي بيكون عم بيستعير المزايا وبضيفهم عنده، بس ما بيطبق القوانين بحذافيرها. اوكي، هلا هي كمان بتدعم انه الانصهار بين الاف بي الفانكشنال بروجرامينج، البرمجه الداليه. اوكي، والبرمجه الاوبجكت اورينتد. اوكي، البرمجه الشيئيه. اوكي، بعدين هي كمان يعني فيك تعمل مثلا انه في بتعطيك بسمى يعني التجريدات السياقيه. اوكي، يعني تجريد بحسب السياق هون. اوكي، سياق النص، عارف شو سياق الكلام، سياق المعاني. اوكي، بتامن بتوفر طريقه واضحه حتى تقدر تكتب كود متعلق في مسمى التيرم انفرنس، يعني تصير انت الانفرنسنج يعني هون الاستنباط. اوكي، فبصير انت بتعرف التعبير اللي حيمرق كيف تعمل له استنباط. اوكي، فبصير تقدر تكتب له كود بكل سهوله. بعدين بتشتغل على جافا فيرتشوال ماشين. اوكي، وبالمتصفح كمان، فهمني كيف؟ وجافا فيرتشوال ماشين هو نفسه البرامج تبعون الجي دي كي، نفس تبعون الجافا. اوكي، يعني ادوات الجافا بدك تنزلهم، حتى زي ما شفنا بالحصه الاولى. اوكي، الحصص السابقه. اوكي، انه بدك تنزل جافا حتى تقدر تشغل سكالا. تمام، وبعدين هي بتتواصل بشكل ناعم مع كود جافا، يعني فيك تخلط تجيب
كود من جافا وكود من سكالا وتحطهم مع بعض ويشتغل البرنامج اللي عم تعمله. يعني فيك تستعير اكواد من جافا وتدخلهم في الكود تبع سكالا. وهي مستعمله كمان للتطبيقات اللي بتستعمل جهه السيرفر. اوكي. وضمن هذا الشيء المايكرو سيرفيسز، الخدمات المصغره. اوكي. التطبيقات اللي تتعلق بالبيج داتا، البيانات الضخمه. اوكي. يعني شيء قد فيسبوك، هاي بيانات ضخمه يعني. تمام. ممكن كمان تستعمل في المتصفح باستعمال سكالا دوت جي اس. يعني فيك تجيب انت يعني سكالا تدخلها من خلال كود جافا سكريبت. اوكي. طيب هلا يعني نفس سنتكس سكالا. اوكي. فيك تظبطه ك كود جافا سكريبت بس هو سكالا، يعني هو نمط الشغل وهذا والاوامر كلها هي سكالا بس معمولين انه يتفسر لاحقا كجافا سكريبت. هي معنى الكلام يعني، ما في غيره. طيب هلا عم بحاول افسر لك انه كيف كيف هي هاي ليفل لانجويج. تلاحظ كيف هون بتعرف القيم وكيف كل القصه. تمام. وبتفيد تستعمل لامدا فانكشنز كمان اللي هي الدوال الانونيمس. اوكي. هلا ما بدي فوت فيهم كثير هلا. شو هاي لك في السنتكس هون كثير دغري. حط قيمه نمبر، بدك تعمل لسته بهالطريقه. عندك مثلا شخص. اوكي. اسمه واسمه يعني اسمه الاول واسمه الثاني مثلا. اوكي. عم بسمي نوع اسمه بيرسون. تمام. هون مثلا كيف مثلا في عندي النمز هون، هي المتغير اللي اسمه نمز، هي هو عند لسته 1 2 3. اوكي. بدي اضرب كل عنصر فيهم بالعناصر باثنين. اوكي. فها فيك تعمل انت هون انونيمس فانكشن بهالطريقه. اوكي. هلا مع هالكلام انت عم تلاحظ حالك عم تتعلم بسرعه الهاسكل. شو اسمه سكالا. بحكي هاسكل لانه بس احكي انونيمس خلص بالنسبه لي فانكشنال بروجرامينج يعني هاسكل. تمام. وما بغير يعني لو شو كثير عندي تعصب لهاسكل. تمام. بالنسبه للفانكشنال هي كثير. اوكي. ومش على الفاضي يعني، لانه هي اول لغه تعلمتها للفانكشنال. اوكي. هلا كنت تقول شو انا بدي اعلمك سكالا ولا بدي اعلمك هاسكل، عرفت شو بدي اتعلم؟ لا احنا حنتعلم سكالا. اوكي. بس المشكله انه الفانكشنال بروجرامينج اوكي هو لهاسكل مش لغير لغه يعني، عرفت شو؟ هن اللي على بوز المدفع. اذا اول شيء بتفكر انت بلغات البرمجه اول شيء بيخطر على بالك يمكن سي او سكالا هيك، عرفت كيف؟ يعني نادرا ما تحط براسك انه سكالا اول شيء تفكر فيه يعني. اوكي. فكرمال هيك عم اقول لكم ضلني طول الوقت بحكي عن هاسكل. شايف هون مثلا مهما كان شو اسمه يعني هاي الطريقه الطويله بتعريف فانكشن بتطب يعني بيستعمل يعني الماب هذا. اوكي. شغلته شو؟ بجيب الفانكشن لجوا بطبع على كل عنصر من عناصر اللسته. يعني هون بصير انت عم بتجيب العنصر اي. اوكي. يعني مثلا مره 1 مره 2 مره 3، فكل مره كل عنصر من العناصر باللسته عم تضربه باثنين. هاي الطريقة الطويلة القصيرة بس هون بيكون حم بحط الاندر سكور بمعنى دونت كير، يعني مش فرقاني معه شو المتغير، المهم شو مكان تضربه باثنين. اوكي. وهي الفلترة بتصفي تطلع لي كل شيء اكبر من 1. اوكي. بتصفي لي كل شيء اكبر من 1. هاي هون عم بيعمل مثلا الخصائص التريتس والكلاسز الصنوف والدوال المرتبطة بالصنوف. اوكي. ففي شوف كيف النص كيف بيصير سهل، بيعمل تريد بحط له فانكشن تحت منها. اوكي. مثلا بدي اعمل كلاس لها كذا فانكشن، كيف بيشتغلوا الفانكشنز جواها. اوكي. دايناميك فيل انه بيعطيك احساس انه كيف المتغيرات دايناميك. اوكي. مثلا مره الاس بتكون هلو. اوكي. هاي البيرسون عندي اياه شخص يعني الباتشينو مثلا، ممثل الباتشينو. اوكي. طبعا هون عم بيعمل ريدكشن بعدين، هاي شغله طويله شو اشرحها. في فانكشن عم يعمل ريديوس يعني لكل لسته الارقام. اوكي. فبيجمعهم كلياتهم بضبهم برقم واحد، يعني بجمعهم كلهم على رقم واحد وعم ياخذهم بدءا من اليسار. اوكي. من يسار اللسته يعني من اول لسته على اليسار. مثلا هون شايف كيف هذا فور لوب دغري، النتيجه تبعت الفور لوب بحطها بالمتغير واي دغري. اوكي. فهي معناها انه كل عنصر بعناصر النمز تضربه باثنين
بعته على ال شوف كيف مثلا النمز هون بتروح مثلا مرة بفلتر بضرب بفلتر بضرب بضربهم باثنين، فهمت كيف؟ يعني فلتر أول مرة نتيجة برد فلترها ثاني مرة نتيجة برد بضربها باثنين كلها في هاي الستاك بصير فيها دغري ماشي. وفي اي دي اي احنا ما حكيناش في الاي دي اي اللي انت اللي جاي فيك تستعمل يعني عرفت شو؟ ماشي كل هاي المزايا موجودة يعني اوكي. فاللي بحب يقرا اكثر عن الموضوع تبعها تمام. وهاي في قصص مثلا الشيء متعلق في البروتوكولات الاتش تي بي موجوده هون اوكي. في عندك الجيسون كمان مكتبات الجيسون اوكي هون كيف تقرا الستات الجيسون اوكي. اي شيء متعلق في الداتا اناليسز اوكي. وما بعرف انه اساس احسن حدا يقول لي اني مفشل شيء. انا بحاول هذه النقطه ما اطول فيها كثير لانه انا بدي افوت بسرعه في تعليم اللغه اوكي. هاي مثلا هون بقول لك اذا انت بتحط تحس حالك مش طاير فوق 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 انت واصل على سطح البحر مثلا هيك تقريبا. ف بقول لك هون انه القدره على خلق يعني انواع داتا جبريه اوكي وبكون بشكل دقيق اكثر ومصغر باستعمال الاينومز الاينومز انيميريتورز يعني السرديات اوكي السرد يعني اوكي مجموعات السرد يعني بتحط لستة كل بتحط اسماء مثلا وكل وحده بتصير تبلش الاسم الاول من اجبارك من صفر الثاني واحد ثالث عرفت كيف او كيف اذا بتبلشوا من واحد يعني او اثنين او ثلاثه عرفت كيف من وين بتبلشوا بس الباقي بيكمل بدءا من الرقم اللي بلشت منه بس الاسم والارقام هاي بنحط لها اسماء يعني بعدين هون the quiet control structure syntax is easier to read يعني هون ال شو اسمه يعني كيف السنتكس تبع القواعد النحوية تبعية التحكم الهادية كنت تكون كثير سهل واحد انه يقراها اوكي انك تستعمل الاقواس انت حر بدك تعمل فقرات مثلا اوكي دائما انت بالاوبجكت اورينتد المعودين يستعملوا الاوبجكت اورينتد بس لازم يستعمل الامر كلمة نيو هون حاذفينا تمام ما ضرورية اوكي يعني في كثير شغلات اوكي بقول لك قواعد نحوية بتكون أكثر وضوحا يعني فهمتني كيف؟ ويعني هاي بيئة سكالا تنسي كل يعني الويب ديفلوبمنت تعمل زي ما حكينا الاتش تي بي والجيسون قصص الرياضيات والداتا اناليسز تحليل البيانات اوكي والفيزياء وهيك امور البيانات الضخمه للماشين ليرنينج تعلم الاله والذكاء الصناعي اشياء متعلقه بالفانكشن بالبرمجه الداليه الوظيفيه اوكي وادوات البناء هي موجوده اوكي فذكرني لك انه باللستات مثلا فانكشن بروجرامينج كاتس زايو اوكي بهالطريقه ماشي هلا انا بسرعه مرقت عليهم بشكل هيك مقتضب وشو اسمه لانه انا مش بديش افوت كثير مثل ما حكيت هي لانه اذا انت بلشت تمسك من هون بتصير تحس حالك بالملل بالموضوع اوكي فانا ما بدي اطول عليكم سلام عشان الاشتراك معنا في القناه واخبار رفقاتكم عن هاي الفيديوهات تمام.